السلام عليكم، تحياتي إلى متتبعي قناتي من داخل وخارج الوطن. اليوم أخواتي إخواني عنا وصفة الفول. هذا هو، هذا نقيناه مسحناه، ما غسلناهش، مسحناه من الغبرة، قطعناه. وعندنا هنا كمون، ملح، زيت، بصل مقطع، ثوم، طماطم حبة. هذا الفول هذا ندوه نفوروه في قدر، ومن بعد نمرسوه ونديو له صوص. هذا الصوص اللي هي فيها البصل والثوم والطماطم، ونقدموه. والان سيدتي بعد ما فار الفول نحطوه هنا، نحطوه هنا يبرد، ومن بعد نمرسوه. نحطوه هنا نمرسو البيدينا هاكي. نخليه يبرد. في هاد المقلة نديرو الزيت، ها هو، نزيد البصل، نقلو هادو، بعد ما دبلنا هاد البصل هو، نزيد الطماطم، نزيد نمرسو هذا، ها هو، تردو كيما هاكا. نفسه بعد ما دبلنا البصل والطماطيس، الان نزيدو هذا الفول. ردو فوق النار واحد 10 دقائق هكاك. نزيد الملح، ها هو، نقدمه في صحن التقديم، ها هو.
نزيدو ندير درو فوق الكمون. هو لين هو اختي في الاخير كي جا طبق الفول هو تقدمي مع بيض ولا فرماج ولا سمك ولا هيا ما تنسوش الاشتراك والى وصفة اخرى ان شاء الله. النصيحة اللي نعطيها لك اختي هذا الفول هذا ما تتغسليش في الماء، شمخيك التانة تكون نقية ومسحي من الغبرة وقطعيه وفوريه وقلبيه في الكسكاس كودي غير تقلبيه فيه باش حتى تلمسيه تلقاه يهبط. أيا وقدميه بهاد الكمون والبصل والثوم ولاصوص طماط. إلى لقاء آخر، ما تنسوش صابوني، ديرولنا صابوني من فضلكم.